السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند. رمضان كريم علينا وعليكم. إذا كنت مشترك وبتعرفني فحياك الله، وإذا هاي أول مرة وما بتعرفني فأنا محمد العايد. وفي هذا الفيديو راح أحكي عن إنتاج 2020، الفيلم اللي خلصته قبل شوي، الفيلم اللي ترجم قبل يومين للغة العربية، فيلم The Man Standing Next. الفيلم تصنيفه سياسي درامي ومستند على قصة حقيقية، بيحكي عن واحد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل عبر تاريخ كوريا، وعن قصة واحدة من أكثر عمليات الاغتيال المثيرة للجدل عبر التاريخ. الفيلم بتناول آخر 40 يوم قبل اغتيال المخابرات الكورية لرئيسها الدكتاتوري بارك تشونغ هي في سنة 1979، ومن تمثيل عمالقة السينما الكورية لي بيونغ هون في دور مدير الاستخبارات الكورية كيم كيو بيونغ، وهو ثاني شخص بالقيادة في كوريا بعد الرئيس بارك تشونغ هي، واللي قام بدوره لي سونغ مين وهو دكتاتوري وصل للحكم بعد انقلاب عسكري وظل فيه لمدة 18 سنة. كواك دو وون بدور بارك يونغ جاك وهو المدير السابق لوكالة المخابرات الكورية الكي سي اي اي، واللي تم نفيه فبيحاول ينتقم من الرئيس والحكومة بشتى الوسائل. الممثل لي هي جون واللي في هذا الفيلم زاد 25 كيلوغرام عشان دوره، لعب دور تشا جي تشول وهو رئيس الفريق الأمني والحارس الشخصي للرئيس. التمثيل كان أفضل إشي بالفيلم. لما أي عمل يكون مستند على أحداث شخصيات حقيقية، طاقم العمل بيكون حذر وخايف من أنه يعمل أي تحريف أو إساءة باطلة عشان يتجنب الانتقادات من النقاد والعام بشكل عام. بس هذا الفيلم كان غير. لي بيونغ هون أعطانا شخصية معقدة في تصرفاتها وأفكارها، غير التمثيل الجبار من كل من كواك دو وون ولي سونغ مين. التمثيل كان مش طبيعي. المخرج صراحة بحييه على الحيادية في سرد أحداث الفيلم، حط الأحداث والوقائع وتركنا نحكم ونجاوب على السؤال والجدل المثار حول مدير وكالة المخابرات. هل هو بطل قام بقتل الدكتاتور من أجل الوطن؟ ولا هو مجرد خاين للوطن أعمته الغيرة وضياع السلطة من إيده؟ شفنا تلميح خفيف من المخرج إنه ممكن ما يكون لا هذا ولا هذا، ممكن يكون مدفوع من جهة خارجية بين قوسين أمريكا عشان تغيير الواجهة الأمامية للمنطقة. طريقة التصوير الباهتة أعطتنا وعيشتنا جو السبعينات والثمانينات، خلتنا نحس إنه هذا الفيلم عن جد مصور أيام السبعينات. صحيح انه كان التصوير باهت وكان نوعا ما مزعج ويقطع التركيز، لكن السينماتوغرافي كان على النقطة. كان الساوند تراك كان عادي، مش من اللي بيعلق بالذهن، لكنه كان مناسب للمشهد وما اثر على تركيزي كمشاهد. كوك 실장이 또 땡크를 돌린 모양입니다. 여기는 네가 있을 자리 그런 자리가 아니야 이 새끼야. Are you the real thugs here? Kim Bujang도 내가 그만두길 바라나. 제가 가까이 옆을 지키겠습니다. 계엄령 선포하시죠. 뱅크로 밀어버리면 끝입니다. 가까, 계엄령은 안 됩니다. 지금 나 협박해? 가까는 이미 잘 살려두시라. قبل ما انتقل للتقييم، في بلاي ليست لكل مراجعاتي للافلام والمسلسلات، يا راح تطلع هسه فوق او راح تلاقوها في صندوق الوصف، فشيكوا عليهم ومتاكد انها اعمال بتعجبكم. اذا ما كنت مشترك اشترك بالقناه هسه واضغط الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد،
ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالفيلم إذا كنتوا حاضرينه. تقييم كوريا لاند للفيلم كان: القصة 8/10، التمثيل 10/10، الإخراج 8/10، الساوند تراك 6/10. ليكون التقييم الكلي لكوريا لاند 8/10. تقييم IMDb كان 7.3/10. الفيلم صالح للمشاهدة العائلية وأنصح فيه وبقوة إذا كنت بتحب التصنيف السياسي والتاريخي والدرامي. لكن إذا ما كنت بتحب هاي التصنيفات ومش مهتم تعرف عن تاريخ كوريا، فالفيلم ممكن يكون نوعا ما ممل بالنسبة لك، لكن بالنسبة لي كان الفيلم يستاهل المشاهدة. بنهاية الفيديو لايك كومنت سبسكرايب، وبشوفكم بالفيديو القادم السبت الجاي إن شاء الله الساعة 6 المساء. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.